لمزيد من التعليق مشاهدينا حول المستجدات الخاصة بكورونا معنا عبر الهاتف الدكتور باسم البحراني. دكتور باسم، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. لماذا هذا التذبذب في أعداد الإصابات والأرقام المعلنة؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. أهلا وسهلا. طبعا كما لاحظنا بأن المنحنى البياني في الأشهر الماضية كان متذبذب حول أرقام بين 1200-1400، وكان يعني يتذبذب حول هذه الأرقام، وهذا يعكس عدة أمور. أولا يعكس أن المرض موجود في المجتمع، وهذا يعني أمر معروف، وأنه ينتشر، ولكن ينتشر بنسبة بسيطة جدا. معامل الانتشار نحن نسميه قرابة الواحد، وهذا مؤشر جيد بأن الأرقام لا تتزايد بشكل تصاعدي. بدأت الأعداد في الانخفاض كما لاحظنا في الأيام السابقة، وهذا يعكس أولا مبادرة الناس واهتمامها بالإجراءات الاحترازية. الأمر الآخر يعكس أيضا ارتفاع الأعداد من المحصنين وارتفاع أعداد أخذ اللقاحات، فهذا أيضا له دور في التحصين المجتمعي. كذلك الناس المتعافين يشاركون بدورهم بالمناعة الطبيعية وبأخذهم للقاحات، أيضا يشاركون في تكوين هذه المناعة في المجتمع، بحيث تبدأ الأرقام تنخفض. لابد من أن تكون عيننا على هذه الأرقام. نعم هي في انخفاض وهذا مؤشر جيد، ولكن لابد من ملاحظة هذا المنحنى حتى نكون دائما على يقظة ومعرفة ما يحدث. يعني خاصة دكتور باسم أن هذا التذبذب في الحالات والنزول كذلك يأتي في وسط يعني ارتفاع كبير في أعداد الإصابات حول العالم، وكذلك عودة الإجراءات. هل هناك تخوف من أن هذا النزول ربما يتلوه صعودا غير مسبوق؟ الهدوء الذي يسبق العاصفة. لا لا لا، يعني هي تساؤلات كما حصلت في صحيح. عدد من الدول نزلت أعداد الحالات، عادت الحياة لطبيعتها وتغيرت المعادلة فورا. بلا شك هي موجات ولها عدة أسباب. يعني صحيح الوضع الحالي في أغلب دول العالم هي في موجة، بعضها في موجة ثالثة بعضها في موجة رابعة، ويعود ذلك بشكل أساسي لعدة أسباب، أهمها متحور دلتا الذي ينتشر حول العالم حاليا والمعروف بسرعة انتشاره، الحمل الفيروسي العالي الذي يسبب بسرعة الانتشار ودخول المرضى للمستشفيات. ولكن أيضا الناس بطبيعتها بعد فترة من الاحترازات تبدأ هذه الاحترازات، الإجراءات الاحترازية تخف نوعا ما، يبدأ تفتح الأماكن. يعني بعض الدول حتى مثلا ألغت لبس الكمامة الإلزامية، ثم يأتي متحور مثل دلتا ويغير المعادلة وتبدأ بعض الإجراءات في العودة. أنا أؤكد على أمرين. الأمر الأول أن اللقاحات الموجودة فعالة حتى ضد متحور دلتا، بشرط أنها يعني تؤخذ الجرعتين حتى تكون الكفاءة عالية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهذه كفيلة بحفظ المنحنى بشكل لا يكون يشكل لنا موجة جديدة. طيب فيما يخص أخذ اللقاحات، يعني الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا سابقا وأخذوا جرعة واحدة من اللقاح يصبحون محصنين، ليس كذلك؟ نعم، يعني صدرت دراسات بهذا الشأن، وجدوا عند المقارنة بين الشخص الذي تلقى جرعتي اللقاح والشخص الذي أصيب ثم تلقى جرعة واحدة أو حتى جرعتين، وجدوا بأن المناعة المتشكلة بعد الجرعتين مساوية للمناعة المتشكلة بعد الإصابة وأخذ جرعة أو أخذ جرعتين. الجرعة الثانية حتى بعد الإصابة تعزز من المناعة، ولكن حتى جرعة واحدة بعد الإصابة تعادل إلى حد ما أخذ الجرعتين. هل تنصح الأشخاص الذين أخذوا جرعة واحدة بسبب إصابتهم لكورونا أخذ جرعة ثانية معززة، هل تعتقد بأنها ستكون مفيدة بشكل كبير لهم؟ الجرعة الثانية ستكون قطعا معززة للمناعة، سترفع من رد الفعل المناعي، سترفع من كفاءة رد الفعل المناعي، خصوصا حتى يكون هذا الرد الفعل المناعي متكافئ مع المتحورات الجديدة وخصوصا متحور دلتا.
يعني الإصابة السابقة أغلب الناس اللي أصيبوا إصابات سابقة حتكون بالمتحورات السابقة. فالمناعة لن تكون كافية تماما للمتحورات القادمة أو الموجودة، لكن المناعة الطبيعية بالإضافة إلى تعزيز المناعة من اللقاح ستكون إن شاء الله كافية. دكتور باسم البحراني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.